بنوصل لهالفقرة اللي من خلالها رح نحكي عن مسلسل قبل نص ليل مع جان بيير عبدايم كاتب ومخرج، وحنان أبي خليل كمان كاتبة ومخرجة، وعنا ضيفة شرف اسمها كالي كاسابيان موجودة معنا بالاستوديو. بفتكر هي رح تعطينا الفكرة الأساسية عن هالمسلسل يلي انعرض عبر شاشة الام تي في بأيام الأعياد. بونجور كالي. بونجور. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. كنت قاعدة قبل وكاتفة أجر على أجر، ليه غيرتي؟ ايه بليز، لانه بدنا تعرفي كيف هيك البرنسيس هيك بدهم يبينوا. صباح الخير جان بيير، سوري بس ملهيه. صباح الخير. لا لا صباح النور. حنان اهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم. وعليكم يا رب. قبل نص ليل المسلسل انعرض عبر شاشه الام تي في، كتبتوه سوا اخرجتوه سوا. بدي احكي عن كل الموضوع، هالموضوع يلي مقتبس من قصه حقيقيه، 5 حلقات بس. شو القصة اللي كانت أساسية وكيف هيك تحورت لحتى تصير قصة فنية يعني؟ نحن كان لطالما كان في الفكرة أنه نعمل عمل فني للعيد. لحد ما أستاذي بالجامعة والمشرف علينا اثنيناتنا أستاذ ميلاد طاو بيحكيني كرمال غنية كتبها ابن عمه. فقال لي بدنا نعمل لها ميوزك فيديو. طلعت عم بحكي انا وياه وخبرني قصه الغنيه، ولما سمعت قصه الغنيه وعلاقه الغنيه بعلاقه استاذ ميلاد وابن عمه ببعض شفت القصه حلوه كثير وتو شانت، فسالته اذا بيسمح لنا نقلبها لعمل درامي. سمح لنا، تواصلت هون مع مسيو ميشيل بام تي في واعطانا الابروفل كمان، ومن هون بلشت القصه يعني. وليش 5 حلقات؟ لانه بكل بساطه نحن هيدا الفكره وهيدا الشيء كله خلق قبل ب3 اسابيع من العيد. يعني نحن لنكون رياليستيك، نحن ما بنقدر نعمل عمل اكبر من هيك ب3 اسابيع. نعم. سبيشلي انه القصه كيف انكتبت دراميا مكتوبه ل5 حلقات. لا 5 حلقات، وهي قصه كمان لانه لها علاقه بعيد الميلاد. اول شيء اسمح لي وجه تحيه للاستاذ ميلاد طوق طبعاً. يلي هو بفتكر كأستاذ جامعي أيضا هو مصدر وحي وإلهام لكثير من طلابه وأثر فيهم كثير، وعلاقته مميزة جدا مع طلابه ومنهم حضرتك جان بيير اللي أثر كثير فيك. الأستاذ ميلاد طوق تحية له وتحية لهالقصة الحلوة. بس لأستاذ ميلاد يعني بدي أقول أنه أول شيء بدي أشكره على التلفزيون قدام الكل، وبدي أقول له أنه ميرسي لأنه ربيتنا صح، وميرسي لانه علمتنا كيف فعلا نكون ناس بهالدومين محترمه بالدرجه الاولى، وثاني شيء نكون منقدر وطننا فننا واخلاقنا بالدرجه الاولى. فميرسي لك وميرسي، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه حملتنا اياها. على كل حال نجاحك جان بيير وخصوصي عنا عبر شاشه الام تي في بيثبت هيدا الموضوع. وخصوصي باخر كليب للام تي في يلي من امضائك، عن جد برافو عليك. شكرا. فعلا شكرا. حنان كتبتوا سوا، كيف بتتحول أغنية لمسلسل لسيناريو؟ صح. هلا نحن ال5 حلقات هي مش بس تركناها انه لضيق الوقت، حولناها دراماتيكمان انه تكون القصه تقدر تمشي ب5 حلقات. فاشتغلنا على المراحل الانتقاليه بحياه ملحم وشفيق اللي فيهم بتتحول القصه، بيصير في شيء حبكه دراميه نقدر ننقل من بعدها على الحلقه اللي بعدها. فهول 5 حلقات كانوا كل حلقه بايبوك معينه، بس كل هالحلقات عم تصير ليله العيد، ليله عيد الميلاد. بنبلش يعني نحن ما فتنا بالتواريخ كل يعني مشيتوا معهم بعمرهم. صح. كبروا بكل حلقه. هن ببلشوا بعمر ال9 سنين لنوصل لل65 سنه. نعم. فكتبوا رساله سوا ووعدوا بعض بأول حلقة، ومنشوف هالوعد كيف بيكبر معهم وهالرسالة والحلم كيف بيتحول. فبلشنا بأول حلقة اللي بيكتبوا فيها الرسالة، الحلقة اللي بعدها اللي هي بتكون أول مرة بيواجهوا حلمهم، كل حدا منهم بيلمس حلمه بطريقة معينة، الحلقة الثالثة اللي هي أهم حلقة هي الحلقة اللي بينفصلوا فيها عن بعض، الحلقة الرابعة هي الحلقة اللي بيعيشوا بلا بعض لأول مرة، منشوف كيف حياتهم بلا بعض، والحلقة الفينال اللي هي اللي بيرجعوا بيجتمعوا بيرجع الوعد بيتجدد بيناتهم. بدي أحكي عن كل هالتفاصيل التقنية أيضا، وأكيد لو بدكم أنتم كنتوا تستطردوا بهالموضوع، ومثل ما قال جان بيير لو كان عندكم يمكن الوقت، أنا مأكدة إنه كان فيكم تطولوا الحلقات أكثر بكثير إن شاء الله طبعا. بالمسلسل الثاني. بس بدي أتوقف عند رابع حلقة لأنه كالي كانت موجودة بهالحلقة بالذات، وكان اسمك شو بالحلقة؟ لما. لما أنت بنت مين بتكوني؟
بالحلقة مين بيك كان بالمسلسل؟ أم رودريك. رودريك سليمان، تحية للممثل رودريك سليمان يلي كان اسمه ملحم، ما هيك؟ أوكي، وأنت شو عملتي؟ شو مثلتي الدور؟ شو كان؟ إنه مثلت دور لما وإنه بالمسلسل أمي وبيي كانوا مطلقين وأنا كنت كاتبة رسالة إنه بدي إنه أمي وبيي يرجع سوا لبير نويل؟ إيه أوكي. بعدين عرفت إنه ملحم بيي بالمسلسل هو اللي أخذ الرسالة. أوكي، مش ملحم. مش بير نويل. أوف، اكتشفت أنت هيدا الشيء؟ إيه. كيف عرفتي؟ لأنه بآخر المسلسل إيه بيجي وين هو عم بيشيل الرسالة من جيبته. واو، أنت قدرتي تشوفيه؟ إيه. شو قلتي له؟ ما قلت له شيء، بس شفتيها وخلص. إيه. واو، كان في عندك نص تحفظيه؟ إيه. كم صفحة؟ شعرنا احنا 200,000 صفحة. 200,000 صفحة؟ ولو يا جوبيير هيك بتعمل. مين ساعدك لتحفظيهم؟ ماما؟ مامي. كالين؟ هاي كالين. الله يخلي لك اياها. قد ايه اخذوا معك وقت كنت كل يوم تحفظي؟ ايه. انزعجك هالموضوع؟ لا. لأنه بتحبي؟ ايه. حبيتي هالإكسبيريونس؟ ايه حبيتها كثير، بس انه أنا فيلميت تلنوي فأصلا تعبت شوي. تعبتي بالليل؟ إيه. بس هلأ صار فيك تسهري، خلص صرتي تعرفي أنه بتقدري تسهري كل الليل وتشتغلي، مزبوط؟ عبالك تمثلي مرة تانية؟ إيه. مع جان بيير كمان؟ إيه. حبيتي؟ إيه. جان بيير؟ شفتي؟ أول شيء اسم الله عليك، ولا أهضم من هيك، وهالشخصية الحلوة الله يحميها. جان بيير، كيف التجربة مع ولد يعني على السات؟ ليك رح أقول لك، نحن كان معنا كذا ولد على السات، وعن جد للصراحة كلهم يعني يعطيهم ألف عافية، عن جد الظروف كانت كثير صعبة على الكبار قبل على الصغار، فتخيلي على ولد مع حفظ وشتي وسقعة وليل، كل الليل يكونوا سهرانين معنا. بس كالي عن جد هي معنا اليوم لأنه فعلا كالي شخص كتير مميز وموهوب، وكالي تعرفت عليها أنا بكليب الام تي في اللي عملناه قبل، ومن لما وقتها اشتغلت معها حسيت أنه فيها تحمل الدور، وهذا عن جد دورها كان كبير وعندها حفظ، وكل اللي حضر الحلقة بيشوف قد ايه كانت طبيعية، قد ايه فيه تمثيل، مش بس حفظ، شغل بدها تعطي ايموشنز، بدها تعطي تعابير وجه. حتى للصراحة لما خلصت الحلقة انعرضت الممثلين يدقولي يقولولي انه يا عمي حخلوا انه ما نطلع، خلينا نضل مع رودريجو كالي كل الوقت، يعني ما تبرموا الكاميرا قد ما حبوها وحبوا تمثيلها. وعن جد انا من هون بدي اقول لكاليوم، بدي اقول لاهلها ولاله ولكل شيء، انه عن جد يحافظوا على موهبتها، لانه نادر لتشوفي عن جد شخص هالقد موهوب وهالقد انه ضويناه له، انه شفنا الموهبه وينه، فانه حرام يحافظوا عليها. على كل حال انا بعرف من تجربه كمان تمثيليه مع رودريك ابراهيم، انه كمان رودريك شخص بيسند كل الناس اللي موجودين معه على السات، صغار وكبار، ويخلي يطلع منهم كل هالموهبة. تحية كتير كبيرة لأله. على كل حال، إذا بدنا نحكي عن الممثلين حنان، كيف تم اختيار الممثلين؟ عم نحكي عن ممثلين كتير مهمين كانوا موجودين بهالمسلسل. هلا نحن العمل اللي انشغل هو كله كاست وكرو كانوا جامعة لبنانية. نعم. فهيدا أول شيء الباز. الكاستينج صار بطريقة أنه نجرب نلاقي أشخاص تشبه بعضها، لأن نحن عم ننقل مع ذات الكاركترز بس عم يكبروا على السنين، فكنا عم نجرب نشتغل على أنه نلاقي ذات الإكسبريسيون، ذات الشبه بالممثلين. على هيدا الأساس تم الاختيار، يعني من أصغر عمر للأساتذة الكبار اللي كانوا معنا، أستاذ نيكولا دانيال وأستاذ جابرييل يمين. الشغل كان معهم يعني شيء أكثر من رائع، خصوصا ان هن أساتذتنا بالجامعة، يعني كان ما كان ولا مرة كان شغل مخرجين وكتاب مع ممثلين، كان شغل أساتذة وتلاميذ، يعني كانوا على طول عم يدعمونا بكل شيء، عم بيراقبونا، عم بيشوفوا وين الغلط وين الصح، عم بيجربوا يساعدونا بكل التفاصيل، فكان شيء أكثر من رائع. ويعني صراحة نحن قلنا الشرف انه نكون عم نشتغل معهم. هلا للصغار الكاستينج كان شوي صعب، خصوصا انه لضيق الوقت، ما كان معنا وقت ابدا. يعني انتم عم نحكي بثلاث جماع انكتب وتنفذ، انكتب وتنفذ وتصور والمونتاج كمان ونعرض. ونعرض اكيد. نعم. بس لما بتلاقوا
يعني الاولاد يلي يمكن شكلهم بيشبه الشكل اللي بدكم اياه او عمرهم او غيره، كمان بدكم تشتغلوا على تمثيلهم. صح، انتم ساعدتون او الاساتذه يلي موجودين معكم كمان ساعدوا الكل؟ يعني نحن بدءا فينا من جان بيير، اول شيء كان معنا على السيت منير شليطة، هو كمان رفيقنا بالجامعه، كان عم بيساعد كل عم بيضل حد الاولاد، عم على طول يجرب يحفظهم نصهم، عم بيكون معهم على طول، والأساتذة الكبار كانوا على طول موجودين، يعني ما بتحسي ولا لحظة أنه هن على طول عيونهم علينا، عيونهم على الصغار، عم بيجربوا قد ما فيهم يعطون تفاصيل، يعطون كيف يشتغلوا، كيف يحفظوا كل هيدا. بس أكيد عن جد الأولاد خصوصا هن أبطال، يعني نحن أبدا ما كان في وقت، تنعطيهم وقتهم للأولاد يتمرنوا ويحفظوا، فكانت الظروف كتير صعبة. تحية للسيدة رندا كعدي كمان، للأساتذة كلهم الممثلين، لفؤاد يمين كمان يلي موجود معكم، يعني أسامي كتير، وسارينا شامي، الأسامي الموجودة أكيد ما ننسى حدا، يعني منوجه لهم كلهم تحية لها العمل الحلو يلي قاموا فيه. جان بيير بيحكي هالفيلم عن حلم أو عن هيك هالرغبة يلي كانت باللاوعي وضاعت بمحل، هالحلم يلي ضاع ورجع انوجد، انوجد بعد وقت طويل كتير. شو رسالتك أنت شخصياً؟ أنا بعرف حسب طبعك أنت شخص بيأمن بالحلم. طبعاً لحقلك، من لما سمعت القصة وحكينا فيها أنا وحنان وكل شيء، في شيء تنيناتنا كتير من آمن فيه، يلي هو أنه أول شيء كل شيء بيصير معنا بيصير لسبب، وتاني شيء هو إنه وهذا الأساس وعلى هذا مبنى أصلاً كل الشغل، اللي هو إنه الخير ولا مرة، الشيء الحلو ولا مرة بيموت، حتى لو بعد حتى لو اختفى. بالمسلسل رسالة الأولاد يلي هي عن موهبتهم عن شغفهم بالحياة، إن كان التصوير وإن كان الأورج، شغفه بالموسيقى، هذا الشغف الحلو، هذا الحلم الحلو يلي حتى لو الظروف بعدته ما بيموت. وهذا الشيء أنا وحنان كتير تنيناتنا منحمله معنا، لأنه نحن كمان فتنا على الجامعة كنا دائما نحلم أنه بدنا نعمل شيء، بدنا نبلش نخلق شيء، بدنا نرجع أنه نحن تلميذ الجامعة بنقدر نعمل دراما لبنانية بتشبهنا بكل معنى الكلمة، بنقدر نخلق نحن كمان حتى بالظروف الصعبة. وهذا اللي صار، ضاعت يمكن فتنا بهموم بالشغل وبالحياة ورجع حلمنا هون، رجع تحقق عن جديد وقدرنا نعمل هذا الشيء. فكم هيك قصة المسلسل شوي هيك بتضقرنا اثنيناتنا، بتشبهكم لأنه بتشبهكم، بتشبه الشغف يلي عندكم إياه بالفن. يعني بعرف أنا بعرف يمكن جان بيير أكثر منك بشوي حنان، بس هالتعاون يلي معكم مع بعضكم فرجة قديه كمان يعني الفكرة ذاتها والحلم ذاته والشغف ذاته بيقدروا يعملوا شيء وبيقدروا يوصلوا لمحل. بدي أقول أنا أنه أنا بتتذكر مرة وقت صورتك بهاي المناظرة اللي كنت عم تعمل لي إياها وصورتك فيديو، كان في ناس قاعدين معنا قالوا هيدا واحد مجنون، ضحكت أنا لأنه أنا بعرف أنه جان بيير لما بيحط براسه هدف بده يوصل له لمحل. وجودك مع جان بيير شو أضاف حنان؟ وجود جان بيير معك شو أضاف؟ يعني قليل لحتى نشوف سيناريو وإخراج مع شخصين. صح، هلأ نحن كتير أوبوزي وكتير نشبه بعض بذات الوقت بطريقة التفكير، فهيدا الشيء بيجمع وبيكمل، وخصوصا بالسيناريو. فهو كتير دراماتيك بمحل معين، أنا كتير كوميدي بمحل معين، نقدر نجمع هالدرامدي ونقدر نخلق من خلالها سيناريو يكون إذا بدك متكامل بمحل معين، لأن كل حدا بيعبي مطرح معين. فهيدا الشيء هو اللي على أساسه نحن بنشتغل سوا، إنه بنقدر نكمل فراغات بعض. نعم. قبل ما أحكي عن البروجي الجديد، بس بدي أسأل كالي، بالمدرسة حضروك رفقاتك أو عرفتي هيك إنه مين تابعك على التي في؟ إنه في منهم بيحضروا أم تي في، إيه، وفي منهم إنه أنا أصلاً قلت للصف إنه يحضروني. طب بليز في أعضاء. ومين أكتر شي حب هالدور؟ مين حب إنه هيك أنت طلعتي على التي في ومثلتي تيتا؟ مين اكثر شيء قال لك برافو؟ خالته. شو اسمه خالته؟ كريستين خباز. كريستين قالت لك انه لازم تمثلي بعد؟ ايه. انت بدك؟ ايه. رح تمثلي على طول؟ ايه. اوكي، يعني نحن بنقول هلا انه كل المخرجين اذا بدهم ممثله صغيره وحلوه وبرنسيس بيدقوا لك؟ بدقوا لك كالين اكشلي. جان بيير شو محضرين نكست؟
ما فيكم توقفوا بقى خلاص قلعتوا. لا طبعا ان شاء الله يعني لحقلك نحن ان شاء الله يعني ان كان بتعاوننا يعني هالتوأم اللي صارت وخلقت بين الجامعه اللبنانيه وام تي في، لانه بصراحه نادر لتشوفي ان كان جامعه بتامن هالقد طلابها او مؤسسه تلفزيونيه هالقد بتعطي فرصه للمواهب الجديده. هي مؤسسه اعلاميه اكاديميه طبعا على قد هيك على قد هيك، فهالتوأم اللي خلقت ان شاء الله ما بتوقف وان شاء الله بنكون عم نكفي. اوريدي ام تي في دائما يعني نحن بنعرف انه هي سباقه باعطاء الفرص، فهيدي كانت البدايه. وان شاء الله ان شاء الله اول شيء عيد الميلاد بيكون ريتويال لنا، بنطلع بنعايد فيه كل الناس من خلال عمل اكاديمي بحت مع الطلاب اللبنانيه، وان شاء الله الاعمال الجايه. بس فيه فكره جديده يعني شو رح بتكون؟ حطيتوا هيك شيء تصور؟ لانه بعرف انه في كثير افكار كنتوا حاطينهم على الورقه والقلم. يعني اليوم انت ما رح تخبرني، حنان رح تخبرني بفتكر اليوم يعني الخطوه التاليه برايك شو رح بتكون؟ رح بتضلها قصص مقتبسه عن قصص حقيقيه؟ رح بتروحوا اكثر دراما؟ رح بتروحوا رومانس؟ يعني هلا احنا اذا بدنا نحكي اذا بدنا ناخذ جزء ثاني لهيدا المسلسل بحد ذاته، بفتكر بنكمل من مطرح ما وقفنا اللي هي معلمة الكبيرة، اللي هي قصتنا، قصة الجيل الشباب بلبنان هلا شو عم نواجه، كل القصص اللي عم نتحديها تنضل هون ما عم نسافر. يعني احنا نهينا بأزمة الشاب اللبناني، الهجرة نهينا بهالأزمة انه نحن لازم نفل او لازم نضل، يعني مش عارفين حنا شو بدنا نعمل، عبالنا نضل ومجبورين نفل. ف يعني ممكن هون يكون في بارت 2 صح، بس بارت 2 بدنا ننطر لكريسماس الجاي طبعا. طب شو شوية تشويق؟ طب بيناتهم؟ لا بيناتهم اكيد في. وبعدين خمس حلقات دائما؟ لا ما فيكم، نجرب هالمره ناخذ وقت اكثر ما يكونوا بس بعدين خطوه خطوه. نحن كمان انا وحنان بعدنا اكيد جديد بالسوق، حتى لو كانت عندنا خبره هالخبره الصغيره، نحن بعدنا اليوم نحن كمان بنتطور مع تطور الوقت ومع خبرتنا ومع يعني الاكسبيرينس تبعنا. نحن اليوم ما فينا ندعي انه نحن فينا نعمل ما بعرف شو هالقد بهالطلاقه، حتى لو شو ناقصنا جان بيير. يعني اليوم بنشوف مسلسلات تركيه مضمونه فعلا بسيط، يعني البرودكشن كمان بسيطه مش كل هالقد يعني، وعم بتكون موجوده بكل انحاء العالم. نحن اليوم شو ناقص؟ صدق. نحن فنية صدق صدق بالعمل. ايه عن جد هيك عن جد هيك، نحن ما في شيء بينقصنا، نحن الانتاج موجود، نحن التقنيين موجودين، نحن كل شيء موجود، نحن اللي بينقصنا نشبح حالنا. نحن بالمسلسل في جمله انا وحنان كثير بنحبها، بنقول نحن بحاجه لشويه تفاصيل وكثير حب. هو على قد هيك يعني العمل ما بده شيء، بده بس يكون بيشبهنا نحبه، وبده يطلع صادق يكون بيشبهنا، ما ندعي ما نشبه ما نطمح انه نكون نعمل مثل حدا، نكون نحن لبنانيه بجماليتنا وببشاعتنا وبخبصتنا وبكل شيء فينا، وهذا شيء بيأدينا وصدقنا بيوصلنا لأبعد المطارح. أنا كثير بحب أحكي عن هالموضوع خصوصا معكم، يعني لأنه الإيمان بالشغلة، واليوم الصبح كمان ذكرت هالموضوع أنا، الإيمان بالواحد بحاله والإيمان بالشغلة يلي بحبها ما يخليه يشك إنه ممكن يوصل. يعني اليوم برجع بذكر بهالافكار يلي عطيتها بوقتها جان بيير، وقلت انه بدي اعمل هالفيلم وبدي اعمل هالمسلسل. في ناس حد صار يقولوا هيدا حرام، يعني عم تعبان شوي نفسيا من الوضع وهيك، بلش واسرع ما كنا متخيلين انه تبلش تنفذ. يعني اليوم عن جد بدي اسالكم هالسؤال لكم اثنيناتكم، لانه عم تحكوا عن شباب لبنان، كل انسان بيقدر يعمل يلي بحبه؟ وشو الشروط؟ تفضل جان بيير. بدون أي شك وما في شروط، الشرط الوحيد هو الشغف. بس يعني الإنسان لما يكون والع من جوا باللي بحبه بكل معنى الكلمة ما في شيء بيردعه، وخصوصا أنا وحنان شخصين كتير مؤمنين ومنعرف أنه لما ربنا بيكون مع الشخص، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، فما في شيء بيوقف بوجنا إن شاء الله، لأنه طالما نحن مؤمنين بشغفنا بنية صافية وطيبة، نحن أكاديميين دارسين مخرجين من بين أساتذة كبار، والله معنا لا خلص خلص ما في شيء بيوقفك. بس بما إنه حنان هيك عقلانية أكثر، تقنياً بشو الواحد لازم يتزرع لحتى يبلش أول خطوة ناجحة؟ تقنياً؟ هو كل شيء بيرجع للبساطة أنا بفتكر. يعني إحنا على طول بنفكر إنه إذا بدنا نعمل شيء بدنا
بدنا كتير اشياء، بدنا نكون عندنا اهم اكوبمنتس عندنا، يعني بالعكس هو كل ما كان الشيء بسيط كل ما بنوصل اسرع، كل ما الشيء بيشبهنا اكثر كل ما نقدر نوصله اكثر. ففينا نصور يمكن بتليفون تبعنا ونقدر نوصل ايموشن معينه، مش ضروري على طول الاشياء روليه لقدي كبير البرودكشن وقدي نحن بنقدر نكون عم ندفع مصاري تنقدر نحقق الشيء اللي بدنا نعمله، او افكارنا تكون انه مش موجوده ولا مطرح. بالعكس هو الشيء اللي بيشبهنا اصعب شيء وبذات الوقت اكثر شيء بيوصل. صح. عم نحكي عن عمل قبل نص ليل يلي نجح لأنه مجموعة في العلم المعرفة ولكن أيضا العواطف والحب والشغف للعمل. مسلسل قبل نص ليل أكيد موجود أونلاين حاليا وعبر ويب سايت الـMTV لكل الناس يلي بيحبوا يرجعوا يحضروا هالخمس حلقات يلي إن شاء الله بيكون لهم تابع قريبا. كالي أول شيء بدي أقولك مرسي لأنه كنت معنا اليوم، ونحن بدنا نتابع كل سنة لحتى نشوف كيف عم تكبري انت وعم بتمثلي، وبدنا نقلها ميرسي لكالين لانه سمحت لك انه تكوني معنا اليوم. عن جد ميرسي. حنان ابي خليل وجان بيير عبدايم، انتم كتبتوا واخرجتوا هيدا المسلسل، بدي اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. وبدي اقول لكم انه انا كثير كثير فخوره فيكم، وما بعرف اذا المره الجايه انا رح اطلب منكم انه اكون معكم بالمسلسل. طبعا نحن بنتمنى هيدا الشيء. وشكرا رانيا دائما او برنامج طبعا. شكرا دائما على الضوء يلي بناخده على باستضافتك هون معنا كرمال نكون عم نقدر اكثر نضوي على كل شيء. عن جد شكرا. اهلا وسهلا فيكم وموفقين، وان شاء الله سنه كلها فنيه لكم. بتكون رح ناخذ بريك وبنرجع.